اللهم ارزقنا صوم القلوب، واغفر لأرحامنا أجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وأخوالنا وخالاتنا وأبناءهم وجاراتنا وجيراننا ومن أحبنا فيك حياً كان أو ميتاً. يا رب اعتق أمة محمد من النار، وارزقنا القلب السليم، وارحم أرحامنا وارزقنا صلتهم يا رب العالمين. اللهم من قطعناه فاجعل الليلة توبة نصوحة تجب ما سلف من ذنوبنا. يا رب ما حبس من أعمالنا على وجه الأرض بسبب مرض في قلوبنا، يا رب تب علينا لنتوب، وطاهر قلوبنا لترفع أعمالنا إليك يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلًّا للذين آمنوا، اللهم أعتق رقاب الحاضرين والحاضرات من النار، والمشاهدين والمشاهدات من النار.